لو حد قال لحضرتك مثلا دولة زي الصين زي الهند مكدسة بالسكان ومع كده التعليم فيها جيد، ويعني الخريجين لهم قدر، في بلاد أخرى قليلة السكان واستطاعت أيضا برغم المعوقات زي مثلا كوريا الجنوبية زي سنغافورة، فيعني العالم كله مليء بنوعيات مختلفة من الدول. التقدم فيها في مجال التعليم بعض البلاد لا يعني لم يعتمد على كثرة السكان أو قلة السكان. وعشان كده مش لازم نعيد اختراع العجلة. عندنا تجارب كتير، يعني مثلا البرازيل ليها تجربة ممتازة في التغذية المدرسية للطفل، وإزاي إن هي قرية، وإحنا دايما عيننا ما تبقاش على القاهرة واسكندرية والمحافظات الرئيسية، لأنه لما نيجي نتكلم على موضوع الأمية هنتكلم على الريف ومشكلته. الحقيقة إنه إزاي القرية كلها تشتغل على زراعة المحصول اللي ينفع في التغذية المدرسية، وإزاي بعض الأسر تشتغل على إزاي يعملوا الأكل للتغذية للأطفال، لأنه مش هنقدر إننا نعلم طفل وهو ما بنديلهوش الأولويات في الغذاء. فعلا مع حضرتك حق، وهنا يعني محتاجين نشتغل بقى على زي ما حضرتك قلتي مناهج المدرس والتدريب ونتعرف على تجارب الدول الأخرى ونتعرف ماذا فعلت وكثير منها فيه هيكون كثير من الحسم والدقة. يعني مش هتلاقي الدول دي عندها دروس خصوصية حضرتك، لا دروس وبالتالي خصوصية في قوانين أساساً يعني شيء يعني غير مرغوب فيه في أي دولة من الدول، يعني ده 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 دي مدرسة موازية طبعا طبعا. وهنا بنعلم الطفل الحقيقة إنه ياخد يعني سبون فيدنج، كأننا بنأكله بالمعلقة التعليم، ما وانه لا يقدر المدرسه حق قدرها طبعا. وكمان هنا الحقيقه فكره انه ازاي اننا مش مشكله في المنهج، احيانا مشكله في ازاي المدرس مش بس ندربه ونديله الادوات اللي يقدر، سواء معامل سواء ازاي ان هو يقدر انه كمبيوترز وغيره، ازاي انه يقدر يعلم الطفل يفكر لنفسه. أنا دايما أقول إنه التعليم اللي ما بيعلمش الإنسان إنه يحلل ويفكر كارثي. طب لو كان الأمر بيدك ماذا تفعلين؟ بس اديني ميزانية. من أين نبدأ؟ يعني لازم يبقى عندي ميزانية، لازم يبقى عندي تشريعات وتنفيذ للتشريعات، يعني مش كفاية إن يبقى عندي تشريعات لإلغاء الدروس الخصوصية، لازم يبقى عندي قوة منفذة وتقدر تنفذ وتقف قدام أصحاب المصالح اللي هيبقوا ضد دوت، لأنه هيبقى في ناس ضد ده. يعني ماذا عن أصحاب ما معناه دلوقتي هي ظاهرة سيئة جدا وهي فكرة السناتر أو مراكز الدروس الخصوصية؟ طبعا، لأن الطفل أو الشاب الصبح في المدرسة وبعض الظهر في السناتر، والاهل ما يعرفوش عنده حاجه. وبعدين يعني السنترز ديت مشكلتها كمان انه بعد ما كان الطفل الضعيف بيجي له مدرس يساعده شويه وخلاص، لا ده بقى اساسي انه بيحجز من قبلها. ولازم يعني يدرب على الامتحان عشان يجيب درجات. لا يعني طبعا المساله هنا مختلفه تماما. بس كمان في حاجات انا مش مهما اديتيني، لو انا مسؤوله عن التعليم، ميزانيه ومهما اديتيني قدره على اني انفاذ قانون، اذا استمرنا في هذا الكم من الانفجار السكاني ازاي؟ يعني احنا عندنا دلوقتي في حاجه كويسه بتحصل، انه في عداله بين التوزيع الجغرافي والديموغرافي، ما بقيناش عايشين على 6% خلاص بتوع وادي النيل، ابتدى يبقى في مدن كبيرة جديدة، وابتدى انه المدن دي يتفتح فيها مدارس فيتوزع الأسر، فنقدر اننا نقلل التكدس السكاني. لكن لسه في فصول متكدسة، ما تقدريش حضرتك، هو في الآخر مدرس بشر، مهما عنده منهج هايل واديته أحسن معمل وحطيت له طلاب بعدد كبير جدا، يلاحق ازاي؟ يعني احنا محتاجين دلوقتي الى مثلا مدارس جديده، محتاجين مدارس جديده مبنيه صح. نشوف الناس اللي حضرتك قلتي عليهم في كوريا وفي الصين بيبنوا ازاي. هنا انا ما بتكلمش على التعليم الدولي والتعليم الخاص الناس المقتدره، انا بتكلم على كل الناس تقدر بره. عيب على فكره ان الواحد يوردي ولاده مدرسه خاصه،